بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، نبدأ اليوم في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفل عنها الكثير، وهي التغسيل والتكفين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مكونات التغسيل المقص الذي يجرد يقص به الملابس، كذلك المكينة الخاصة بالحلاقة للأبطين، كذلك المقص الخاص بحف الشارب، كذلك السدر يمزج مع الماء بقدر هذا الكوب، كذلك الكافور كوب مماثل لذلك، الكمامة، القفاز، خرقة تلف على اليد أثناء التنجية، هذه مكونات التغسيل. أما مكونات التكفين فهي، فالكفن عبارة عن ثلاث لفائف بيضاء كما كفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة أربطة أو خمسة أربطة أو ثلاثة أربطة على حسب حجم الجنازة، وكذلك يستخدم التبان على الكفن، وذلك لسقوط شيء لا سمح الله يكون حماية للكفن. يخلط الآن السدر بالماء كما هو واضح، بعد ذلك ننتقل إلى خلط الكافور، إلى خلط الكافور بالماء كذلك، ثم نشرع الآن في التغسيل. الآن نقوم بتجريد الملابس، نوضع الساتر الذي يستر المتوفى من الصرة إلى الركبة، ثم نقوم بتجريد الملابس على النحو التالي. يطوى طرف الكفن تحت المتوفى، ثم بهذه الطريقة يوضع الميت على جهة اليسار، ثم يسحب بهذه الطريقة. بعد ذلك نقوم بقص الملابس بهذه الطريقة، قص من جهة اليمين من جهة اليسار، يوضع الميت على جهة اليسار، ثم تسحب تطوى الملابس. ونحرص في ذلك على ستر العورة. بعد ذلك نوضعه على جهة اليمين وتسحب الملابس بهذه الطريقة. نقوم الآن بتليين المفاصل، ثم جز الشارب. نقوم بتليين المفاصل بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك نقوم بجز الشارب إذا كان طويل بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك الآن نقوم بحلق الأبط بهذه الطريقة إن لم يتيسر النتف.
بعد ذلك نجلس الميت نصف جلسة ويفرك البطن برفق والغرض من الفرك إن كان هنالك شيء مهيأ للنزول فإنه ينزل. بعد ذلك يلف المغسل بعد لفس القفازات لفافة خرقة ثم يقوم بتنجية الميت بهذه الطريقة دون كشف العورة ينجى من الدبر ثم من القبل أو معا سواء. بعد ذلك نقوم بالوضوء. الآن نوضيه وضوء الصلاة تغسل يدين ثلاث ثم بعد ذلك المضمضة ثلاث بهذه الطريقة ثم استنشاق ثلاث ثم غسل الوجه ثلاث مرات وهذا الوضوء لتم. مسح الرأس مع غسل اليدين إلى المرفقين ثلاث مسح الرأس غسل القدمين اليمنى ثم اليسرى ثلاث نشرع الآن في الغسيل بهذه الطريقة. نبدأ بالرأس تفرك به الرغوة رغوة الصدر بهذه الطريقة ثم ميامن الميت بهذه الطريقة كب الماء مع الفرك مع المحافظة على ستر العورة يدخل المغسل يده تحت الساتر ثم يفرك ميامن الميت بعد ذلك يوضع الميت على جهة اليسار حتى يتمكن المغسل من تغسيل ما تبقى من جهة اليمين وهو الظهر ونحوه. إذا جئنا عند العورة المغلظة فإنها ترفع الساتر ويكب الماء دون وضوح أو ظهور ستر العورة بهذه الطريقة. هذه غسلة في جهة اليمين. نبدأ الآن غسلة عن جهة اليسار بهذه الطريقة مماثلة للغسلة الأولى يوضع الميت على جهة اليسار بهذه الطريقة مع المحافظة على ستر العورة ثم
يغسل هذه الجسد كجهة اليمين. غسلة ثانية في جهة اليمين. جهة اليمين. العورة المغلظة لا تلمس إلا عند التنجية فقط. يوضع ميت على جهة اليسار ثم يغسل الظهر وما تبقى من الجسد. لأن الميت هذه الغسلة من جهة اليسار وهي الغسلة الأخيرة بالنسبة للماء والسدر. يوضع على جنبه الأيمن ثم يغسل الظهر وما تبقي من الجسد. يكب الكافور كب دون الفرك لأنه فوائده طيب، ثم إنه يشد الجسم، ثم إنه يطرد الهوام في القبر إلى أن إن شاء الله جل وعلا. يحافظ الإسلام دوما على ستر عورة الميت والحي. يوضع على جهة اليسار ثم يكب الكافور بهذه الطريقة على ما تبقى من جسد المتوفى. الكافور غسلة واحدة فقط يعمم بها الجسم من اليمين واليسار وسائر الجسد بدون فرق. وبهذا انتهينا من التغسيل. وما ينطبق في التغسيل على الرجل فإنه كذلك ينطبق على المرأة. بعد ذلك نقوم بتنشيف الميت بهذه الطريقة، وهذا من الإحسان للميت لأنه يعامل الميت كما يعامل الحي. تنزع الفوطة القديمة، بعد ذلك نقوم بنقله لطاولة التكفين. الآن تحضر النقالة لنقل الميت لمرحلة التكفين بهذه الطريقة. النقالة تكون بهذه الطريقة، يرفع الميت حتى تدخل النقالة تحت الخصر والظهر قليل. ثم تسكر من الجهتين بهذه الطريقة. بعد ذلك ينقل الميت إلى سرير التكفين. توفى على طاولة التكفين استعدادا لتكفينه. ينقل بهذه الطريقة. تحاذى الطاولة مع الرأس ثم ينقل بهذه الطريقة.
تفك النقالة الآن مرحلة التكفين. الكفن من ثلاث لفائف بيضاء يدرج فيها الميت قبل أن نلف عليه الكفن يطيب طيب مواضع السجود يطيب مواضع السجود طيب مواضع السجود بهذه الطريقة ثم يلف عليه الكفن من جهة اليمين بهذه الطريقة ثم جهة اليسار ثم تسحب الفوطة الخاصة بالساتر بهذه الطريقة مع الحرص على ستر العورة للمتوفي ثم اللفافة الثانية تلف نفس اللفافة الأولى بهذه الطريقة وهذه اللفافة الثالثة بعدها نقوم بتربيط الأربطة بهذه الطريقة تربط على جهة اليسار على طريق وردة لأن الميت يوضع في القبر على يده اليمين وبهذه الطريقة يكون قد انتهينا من التكفين المرأة يختلف عن الرجل في التكفين تظفر رأس المرأة على ثلاث ظفائر ثم يوضع مع الثلاث اللفائف قميص وخمار وبهكذا يكون قد انتهينا من التكفين هذا الآن المرحلة ما قبل تغطية الوجه يقوم أهل المتوفي بالسلام تقبيل الجبين والدعاء للميت وهذه المرحلة الأخيرة لأن أهل المتوفين لن يروه مرة ثانية أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله وللمسلمين ثم بعد ذلك نقوم بتغطيته كاملا بهذه الطريقة يغطى بهذه الطريقة وهذه آخر اللحظات يغطى بهذه الطريقة الغطاء النهائي ويغادر هذه الدنيا فليتنا أيها الأحباب نتعظ قبل الموت ونتوب ونرجع إلى الله جل وعلا أسأل الله أن يحسن لنا الخواتيم ثم بعد ذلك نتطرق إلى الصلاة على الميت
صلوا على الجنازة يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. بهذه الطريقة التي تم شرحها، هذه الطريقة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن دائما ننصح الجميع باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن البدع، لأن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الهداية لما يحبه الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.